في معظم ألعاب الفيديو تلعب دائما بشخصية البطل واللي بيكون على جهة الخير وهدفك انك تحمي الناس وتقضي على الأشرار دائما. بس مو كل الألعاب كذا، في بعض الألعاب بيخلوك تسوي العكس، في ألعاب بيخلوك تلعب بالشرير أو المجرم وأعدائك هم الأبطال. فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 ألعاب تخليك شرير أو مجرم. والفيديو راح يصدمكم، في أشياء جدا شريرة تسمح لك الألعاب إنك تسويها، ولا بل راح يكافئوك عليها أيضا. فيلا خلنا نبدأ. قبل لا نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز ب $500 واللي كان على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا هو تورينو، إن شاء الله ألف مبروك. والجيبو الشهري الجديد أيضا على $500، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها كل عليك تسويه إدعم الفيديو بزر اللايك، شارك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. بس قبل لا نبدأ خلني أحكي لكم عن أحد أقوى ألعاب الموبايل اللي موجودة حاليا، واللي هي لعبة نداء الحرب 3. هذه اللعبة أنا كنت ألعبها من بداية نزولها بشكل كبير، بس بعدين وقف. بس الآن مع التحديثات الجديدة رجعت لها لأنها صارت جدا ممتعة. لعبة نداء الحرب 3 هي لعبة استراتيجية حربية تحتاج منك ذكاء ومهارة عشان تلعبها، وهذا اللي حببني في اللعبة. أحب الألعاب اللي تحتاج تستعمل عقلك عشان تلعبها. الهدف الأساسي من اللعبة هو أنك تبني قاعدتك وتعزز حماياتها وتبني جيش خاص فيك وتزود الجيش بدبابات وطيارات حربية. وفي اللعبة تقدر أيضا أنك تنضم إلى تحالف مع أصدقائك أو لاعبين آخرين، وفي التحالف تقدروا أنكم تساعدوا وتدافعوا عن بعض وتطوروا جيشكم عشان تشكلوا حشد وتهجموا على لاعبين آخرين. وأيضا تقدر تشارك في حرب نووية واللي راح تكون ضد تحالفات أخرى، ولو فزت بهالحرب فتحالفك راح يكون هو المسيطر على الحرب. وأيضا بتصير حروب أكثر بين السيرفرات المختلفة في اللعبة، وبيتم تنظيم إيفنتات مختلفة لهذه الحروب دائما. فحملوا لعبة نداء الحرب 3 الآن من الرابط الموجود بالوصف، وانضموا إلى مليون لاعب عربي يلعب اللعبة يوميا. ويلا خلنا نبدأ في الفيديو. طيب خلنا نبدأ بالمرتبة العاشرة مع لعبة Red Dead Redemption. أظن معظمكم بيعرف لعبة Red Dead Redemption سواء الجزء الأول أو الثاني. اللعبة من تطوير شركة Rockstar نفس مطورين ألعاب GTA، وأصلا اللعبة تشبه GTA من ناحية إنها عالم مفتوح تقدر تسوي فيه أي شيء يخطر في بالك، بس أحداث اللعبة في الماضي في الغرب الأمريكي على زمن الكوبويز. المهم في عالم لعبة Red Dead تقدر تكون شخص كويس ويساعد الناس، أو تقدر تكون شخص شرير يسرق ويقتل الناس، وهذا الشيء راجع لك في الكامل، انت حر كيف تبي تلعب اللعب. بس في الجزء الاول من اللعبة اللي هو Red Dead Redemption 1 اللعبة راح تجبرك انك تكون مجرم وشرير. معظم الالعاب على البلاي ستيشن بيكون فيها تحديات لازم تسويها، ولو سويت كل تحديات اللعبة فاللعبة راح تكافئك بكأس او تروفي بلاتينيوم راح ينضاف لحسابك على البلاي ستيشن. ومن احد التحديات اللي لازم تسويها في Red Dead Redemption 1 عشان تحصل هذا الكأس هو انك لازم تخطف امرأة او بنت بريئة، تكون كذا واحدة قاعدة تمشي في الشارع في حال سبيلها، لازم تخطفها وتربطها وتاخدها عن سكة القطار وتربطها عليه وتخلي القطار يدعسها ويقتلها، واول ما تموت اللعبة راح تعطيك تروفي اسمها داستردلي او بالعربي الخسيس. اللعبة حرفيا خلتك تصير مجرم عشان تسوي هذا التحدي. في المرتبة التاسعة في مهمة راح تخليك جدا شرير في لعبة سكايرم. سكايرم هي لعبة عالم مفتوح توقع أحداثها بعالم خيالي فيه سحر وبتقاتل فيه وحوش وتنانين وفي كثير أشياء خيالية. بس في أحد المهمات في اللعبة راح تقابل كاهن أو رجل دين راح يقلك إن في كهف راحوا عليه كثير ناس من المدينة واختفوا، وراح يطلب منك إنك تروح وتتحرى أمر الكهف وتدور على الناس اللي اختفوا. وبس تروح على الكهف راح تقابل وحدة وبتكون على وشك انك تتقاتل معها، بس بتسألها اول وين الناس اللي اختفوا بهذا الكهف، بترد عليك وبتقول انه هي من ضمن مجموعة عايشين تحت الكهف وشغلهم انهم يخطفوا الناس يقتلوهم وياكلوا لحمهم، يعني جماعة اكلين لحوم البشر. فاللعبة بتعطيك خيارين، يا اما تقتلها يا اما تنضم لها في هالمجموعة، ولو قررت تنضم لها بس ترجع عند الكاهن يلي ارسلك في المهمة، اللعبة راح تعطيك خيار
انك تكذب عليه وتوديه لهالمجموعة. وفعلا لو سويت كذا راح تودي هذا الكاهن لهالمجموعة وراح يقتلوه وراح ياكلوا لحمه وانت راح تصير معهم وتاكل لحم هالمسكين. وبعد ما تسوي هالمهمة الشريرة اللعبة راح تعطيك خاصية جدا مفيدة واللي هي تقدر بعدين اثناء لعبك للعبة انك تاكل لحم اي بشري ميت عشان يزيد الهيلث والحياة عندك. يعني اللعبة راح تصير اسهل بكثير. في المرتبة الثامنة عنا لعبة بايوشوك، وهاللعبة فيها شيء راح يخليك من جد شرير وعديم رحمة. قصة اللعبة انه في طيارة تسقط بالمحيط الاطلسي وكل راكبينها بيموتوا الا شخص واحد، فبيلاقي نفسه بنصف المحيط لوحده وبيلاقي فيه منارة غريبة. في المنارة فيها مصعد بتوديه على مدينة سرية باعماق المحيط. هالمدينة متطورة وواضح انه كان فيها بشر، بس لما توصلها انت بيكون كلها وحوش غريبة لازم تقاتلهم. المهم اثناء لعبك للعبة بتلاقي كتير اسلحة فينك تستعملها، وبصير عن شخصيتك قدرات خارقة فينه يستعملها على الوحوش، بس هذه القدرات لازم تشحنها عشان تزيد قوتها. وكيف تقدر تشحنها؟ اثناء لعبك للعبة رح تلاقي بنات صغار، وهالبنات متحولات لكائنات شريرة، فكل ما تلاقي بنت من هالبنات فينك باستعمال قدراتك انك تشفيها وترجعها بنت طبيعية. ولو شفيتها راح تشحن قدراتك بشكل جدا بسيط، بس عندك خيار ثاني واللي هو تقتل البنات وتشحن كل قوتك. مثل ما شايفين البنت المسكينة لما تقتلها بتحاول تدافع عن نفسها. اللعبة من جد ودها انك تصير شرير. لو قتلت البنات بس تشوفهم راح تشحن قوتك اضعاف من انك تشفيها. فلو كان همك القوة في اللعبة فلازم تقتل اي بنت بتشوفها، ووقتها من جد راح تصير شرير. في المرتبة السابعة عنا لعبة برايد. برايد هي لعبة 2D بلاتفورمر شبيهة بألعاب سوبر ماريو وسونيك القديمة، وتعتبر من احد افضل العاب الالغاز الموجودة. اللعبة كلها الغاز صعبة وممتعة، وهذا اللي نجح اللعبة وخلاها تبيع فوق المليون نسخة. المهم قصة لعبة برايد هو انك بتلعب بشخص اسمه تيم، وهدفه انه ينقذ حبيبته او الاميرة اللي في اللعبة من الاشرار. يعني نفس فكرة لعبة سوبر ماريو صح؟ لا، على نهاية اللعبة بس توصل عند الأميرة عشان تنقذها راح تلاقي انه الأميرة قاعدة تهرب منك وتطلب المساعدة من ناس ثانيين عشان ما تمسكها. واخر مهمة في اللعبة لازم تضل تلحق الأميرة وهي تهرب منك. وبتطلع قصة اللعبة انك قاعد تلعب بشخص متحرش قاعد يلاحق هالبنت طول هالوقت وشايفها بمخيلته انها أميرة ولازم يساعدها، وهي قاعدة تهرب منك. يعني انت الشرير في اللعبة، وما بتكتشف هالشي إلا على نهاية اللعبة بعد ما تكون لعبت ساعات وساعات فيها. صراحة شعور سيء قاعد تلعب وانت مفكر نفسك البطل وتطلع طول هالوقت انت الشرير. في المرتبة السادسة عنا لعبة راح تستفزك عشان تصير شرير، واللي هي لعبة هاي اون لايف، واللي تكلمت عنها بفيديو 10 ألعاب مقلبت وخدعت اللاعبين. خلني أعطيكم ملخص سريع عن اللعبة. في اللعبة بصير غزو فضائي على الأرض وبتقتل أحد الفضائيين وبتاخد سلاحه، بس بيطلع السلاح كائن حي وبيتكلم معاك وبيقعد يهزئك. We can survive this together if you just listen to me. Is this your first game? Are you an idiot? There we go. All right, first kill. المهم في احد الاماكن في عالم اللعبه راح تقابل طفل فضائي جدا مستفز. Well, look what we got here. Fresh meat. What's wrong, fresh meat? You scared of a little kid? Yeah, I'm a little kid. Look at me. Look at me. ولو استفزك كثير وحاولت تطلق النار عليه فالسلاح رح يمنعك. Whoa, what are you doing? Come on, he's just a kid. Don't shoot him. Oh, you don't want to shoot me just because your gun said not to. I am not shooting a kid. السلاح رح يمنعك من انك تطلق عليه مرتين، بس بعدين رح يفقد صبره ويخليك تقتله. Go ahead, do it. Shoot me, fresh meat. Shoot me.
You shot me, I'm dead. All right there, are you happy now? Well, I didn't think we'd be allowed to kill him. Yeah, normally, killing children in games isn't allowed, but there goes our E for everybody rating. لا, واللعبة رح تكافئك ورح يعطوك achievement على حسابك. وهذه من أول ألعاب اللي تسمح لك تقتل طفل عن طريق إنك تطلق النار على رأسه. في المرتبة الخامسة عنا لعبة رح تجبرك تكون شرير على نهايتها, وحتى لو حاولت تكون طيب اللعبة رح تمنعك, واللي هي لعبة Saints Row 4. قصة اللعبة إنه بصير في غزو فضائي للأرض, والفضائيين بيستعبدوا البشر وبيخلوهم يعيشوا بمحاكاة نفس فيلم The Matrix. والشخصية الرئيسية اللي بتلعب فيها عندك قوة خارقة, وبيكون هدفك إنك تقاتل فضائيين وتوقفهم, وأيضا إنك تدور على صديقك المقرب اللي اسمه مات. المهم على نهاية اللعبة توصل لعند سفينة الفضائيين الأساسية وبتتقاتل معهم, ورئيسهم بيعطيك خيارين. الخيار الأول ادخل على الباب الأزرق وأنقذ نفسك وصديقك مات وارجع على المحاكاة, والخيار الثاني ادخل على الباب الأحمر وأنقذ البشرية كلها بس رح تموت انت ورح يموت صديقك مات. فطبعا أي شخص عاقل رح يدخل الباب الأحمر ويضحي بنفسه وصديقه مقابل إنقاذ البشرية. ولو دخلت على الباب الأحمر رح تفكر انه خلاص هذه نهاية اللعبة, هذه النهاية السعيدة اللي أنقذت فيها البشرية, بس لا, رح يطلع لك جيم أوفر انك خسرت اللعبة, ورح يقولوا لك انك اخترت الخيار الخاطئ ولازم تعيد المهمة وتدخل من الباب الأزرق اللي رح تنقذ فيه نفسك وصاحبك, بس البشر رح يضلوا عايشين بالمحاكاة طول عمرهم, وهذه النهاية الوحيدة. يعني اللعبة رح تجبرك تختار النهاية الأنانية اللي رح تنقذ فيها نفسك بس, والبشر كلهم رح يتعذبوا. في المرتبة الرابعة عنا لعبة Fallout 3, واللي رح تعطيك خيار انك تصير مجرم حرب. Fallout هي لعبة شوتر في عالم مفتوح, وقصة اللعبة انه صار في حرب نووية في العالم والارض كلها تدمرت, بس لسه في بشر عايشين على هذا الدمار, بس طبعا عايشين في فوضى وقتال دائم لانه ما في اي قوانين. المهم احد المدن في اللعبة اسمها ميجاتون, وهالمدينة شكلها جدا سيء ومعظم سكانها فقراء او مجرمين, ورح تلاقي في قنبلة نووية موجودة في نص المدينة. هذه القنبلة انرمت على المدينة اثناء الحرب النووية اللي صارت في العالم بس ما انفجرت, ومر عليها عشرات السنين فالناس صاروا يعيشوا بالمدينة عادي لانهم فكروا انه القنبلة ما رح تنفجر خلاص. وقريب من هذه المدينة في مجمع سكني فخم عايشين فيه ناس اغنياء وعندهم ثروات ومؤن واسلحة كثير. فاحد الاشخاص الاغنياء بهذا المجمع بيطلب من شخصيتك انك تفجر القنبلة النووية في المدينة الفقيرة, وبيقول لك السبب انه خايف يوما ما الفقراء بهالمدينة يجتمعوا ويهجموا عليهم, وايضا بيقول لك انه منظر المدينة الفقيرة مزعج بالنسبة الى من البرج اللي هو فيه. وعندك الخيار تقدر تسحب عليه ولا تفجر القنبلة, او تقدر تفجرها وتقتل كل السكان في هالمدينة, وفي المقابل هذا الغني رح يعطيك شقة في البرج رح تصير بيتك, ورح يعطيك كثير فلوس ومؤن, ورح يعطيك احد اقوى اسلحة اللعبة اللي رح يفيدك بشكل جدا كبير, بس بالمقابل رح تكون مجرم حرب وفجرت مدينة وقتل كل الابرياء اللي فيها. اللعبة بتحطك بموقف جدا صعب. في المرتبة الثالثة عنا لعبة رح تخليك تصارع بين الخير والشر في نفسك اثناء لعبك لها, واللي هي لعبة فامباير او فامباير. احداث اللعبة في الماضي عام 1918, تلعب بشخصية دكتور بريطاني كان يخدم بالحرب الحرب العالمية الاولى, وكان راجع على مدينته اللي هي لندن, لانه وقتها كان منتشر مرض الانفلونزا الاسبانية واللي عم تقتل مئات الملايين, فراجع يساعد الناس بصفته طبيب. بس اول ما يرجع بيوقع بغيبوبة, وبس يقوم منها بيلاقي حاله بالقبر, وبيلاقي انه بشكل غامض حول الى فامباير او مصاص دماء. وهنا بيبدأ الصراع بين الخير والشر, انت دكتور لازم تعالج المرضى بس بنفس الوقت محتاج تقتلهم وتشرب دمهم عشان تظل عايش, فبتقابل كثير ناس بيكونوا مريضين ومحتاجين مساعدتك, وانت عندك الخيار يا اما تعالجهم او تقتلهم عشان تشرب دمهم. واي شخصية في اللعبة تقدر تشوف قصته عشان تحكم تقتلهم او لا, يعني مثلا ممكن تكون مخطط تقتل واحدة بعدين تشوف انها ام وعندها اطفال, ولو قتلتها رح يخسروا امهم, فاللعبة بتلعب بمشاعرك طوال الوقت. واللعبة فيها اعداء تقدر تقاتلهم, بس لما تشرب دم الاعداء بعد ما تقتلهم ما رح يزيد من قوتك الا شيء جدا بسيط, بينما لما تشرب
تشرب دم الأبرياء الناس العاديين فالطاقة عندك رح تزيد بشكل جدا كبير، ورح تحتاج تقتل وتشرب دم كثير أبرياء عشان تتطور في اللعبة وتعدي مراحل. فطول اللعبة رح تسأل نفسك هذا عادي أكثر لو أشرب دمه ولا عنده عائلة رح يزعلوا عليه. في المرتبة الثانية عنا لعبة Infamous، أحد أقوى ألعاب الأبطال الخارقين وحصرية البلاي ستيشن. نظام اللعبة عالم مفتوح وبتلعب بشخصية اسمها كول ماجيرث، واللي بيكون إنسان طبيعي بس بيصير انفجار كهربائي جدا قوي في المدينة. هو بيكون بالقرب منه بس بدل ما يموت بيصير عنده قوة خارقة بالكهرباء من وراء هذا الانفجار. فبتلعب بشخص عادي فجأة صار عنده قوة خارقة، والحلو في اللعبة انه عندك الحرية الكاملة، تقدر تستعمل هذه القوة عشان تساعد الناس وتحميهم وتقضي على المجرمين، او تقدر تصير انت المجرم والشرير وتقتل الناس وتدمر المدينة بالكامل. يعني تختار تكون البطل او الشرير. لما تكون كويس وتساعد الناس وما تقتل حد فملابسك راح تصير لونها ابيض والقوة اللي عندك راح تختلف. مثلا راح يكون عندك قوة كهربائية دقيقة تصيب فيها المجرمين بشكل انك ما تصيب اي ابرياء وانت عم تتقاتل معهم، والقوة الكهربائية هذه ما راح تقتل المجرمين، لا فقط راح تصيبهم بغيبوبة عشان الشرطة يلقوا القبض عليهم. بس جميع اللاعبين اللعبة متفقين انه لما تكون شرير اللعبة راح تكون ممتعة اكثر بألف مرة، راح تقدر تدمر وتفجر اي شيء يطلع بوجهك، ولما تقاتل اعداء تقدر تستعمل عليهم كل قوتك، ما راح تاكل هم انه تصيب ابرياء بالغلط. فاللعبة بتعطيك خيار كون شخص كويس وبطل وراح تحس بالملل، او كون شخص شرير وفجر كل شيء واستمتع. في المرتبة الأولى عنا أكثر لعبة رح تخليك شرير من جد، وهاللعبة أثارت الجدل بشكل جدا كبير، واللي هي لعبة Hatred أو في العربي الكره. من كثر الشر والعنف في هاللعبة تم منعها من ألمانيا أستراليا ونيوزيلندا، وأيضا تم منعها من متجر البلاي ستيشن ومن متجر الإكس بوكس، وما تقدر تلعبها إلا على البي سي على منصة ستيم. وقبل ما تشتريها من ستيم بيجيك تحذير انه هذه اللعبة فيها عنف جدا كبير. ممكن تقول الان انه اوف شو كل هذا، شو سويت اللعبة؟ مبدأ اللعبة في كل بساطة انك انت شخص يحب القتل، ولازم في اللعبة تاخد سلاحك وتروح وتقتل الناس في الشارع، ولازم ناس ابرياء تفوت على بيوت الناس تقتلهم، ولو لقيت واحد مصاب في الارض ما تقدر تعذبه وتقتله بطريقة شنيعة. وفي عدة طرق قتل وتعذيب ما اقدر حتى أظهرها بالفيديو من قساوتها. وممكن حد يقول إنه في كثير ألعاب حربية فيها قتل وعنف، إيش معنى هذه اللعبة؟ في معظم الألعاب بتكون عم تقاتل أشرار أو جيش، أو مثلاً لعبة نفس GTA عندك الخيار إنك تقتل الناس في الشارع، بس مو هذا الهدف الأساسي. بينما هاللعبة الهدف الأساسي إنك تقتل الناس الأبرياء. فهيترد فوز معنا بأكثر لعبة تخليك شرير بين جميع الألعاب اللي موجودة في العالم. وبكذا يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تشاركونا في التعليقات إيش أكثر عمل شرير في لعبة صدمكم بهذا الفيديو. ولا تنسوا طبعا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشيكوا حساباتي على الإنستغرام والتيك توك، الروابط موجودة بالأسفل. وبس كان معكم بشار كيال وبشار كيكي، شوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله، مع السلامة.